نهني النادي الأهلي الجميل، اسمحوا لي بشيء من التحيز، أنا لابسة أبيض بس قلبي أهلاوي جدا. بنهني النادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا بعد ما فاز على الترجي التونسي 1-0. يا رب دايما كل أندية مصر مفرحانة زي ما فرحنا الزمالك، فرحنا النهاردة الأهلي، وربنا يديم علينا الانتصارات والأفراح بإذن الله.